السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ولادي الأعزاء، هنخش في شابتر 8 manipulating and solving equation باندا second edition. هنحل شابتر exercise، في كذا exercise في الشابتر ده، بس exercise بيدربنا على steps بتاعت المسائل آخر الشابتر. شابتر exercise problems هي exactly like exam real test past papers problems. So would be better to solve directly chapter exercise. Okay. إن شاء الله ده easy، بس هو طويل شوية. 32 problem، هنحاول نحل first part. 19 problem. Calculator should not be used. Calculator not allowed. وازاي نحل باسرع الطرق، لان كلكم السكشن ده بتقعوا فيه، محدش بيحبه وبيطول عليكم، مع انه بيبقى 20 question بس والوقت 25 minutes، فلازم نبقى مضربين كويس. فهنبدا باول سؤال معانا، بيقول لنا a plus b equal negative 2، ومدينا a plus b cube. طبعا هي ما فيهاش اي حاجه، كلنا نعمله مكان البرانتسز نحط minus 2 باور 3، طبعا without calculator الباور الاود يعمل دي ماينس باور الفردي، و2 تايمز 2 تايمز 2 3 تايمز يعني 8، تبقى نيجاتيف 8. فيري ايزي، ما خدتش حتى دقيقه، كالكوليتر كان نوت يوز هير. تعالوا نشوف نمبر 2 فور ذا فاليو ان، هو عايز يسولف ان بكام. طيب المشكله ان لما ياخد روت للبوست سايز، احنا ممكن نتراي، انا هقول لكم طريقتين. الطريقه الاسهل ان احنا نتراي دايما، بس تعالوا نشوف الروت هيعمل ايه. لما ناخد روت للبوست سايز فهنقول ان ماينس 4 ايكوال ان بلس 4، دي كيس بن من البوست سايز. الكيس الثانيه should be n minus 4 negative n plus 4 between two parentheses, because root give us negative or positive. If we have in one or both sides we have variable or notation. يبقى احنا هنا عندنا two cases، ممكن واحده فيهم ما تنفعش. بدايه كده هنقول ايه، الان راحت مع الان نو سوليوشن، خلاص الاولى ما تنفعش. ليه؟ لانها بوزيتيف، بوزيتيف مع بوزيتيف eliminate each other، او ماينس ان فروم بوث سايدز، مستحيل. اي كان نوت سي 4 ايكوال نيجاتيف 4. طريقه ثانيه، الكوفيشن بتاع النوتيشن 1 اند 1 از ذا سيم، and the variables as the constants الثابت are different. بصوا هنا يحصل ايه، n minus 4 the right hand side minus n minus 4، شايفين حصل ايه؟ اذا عملنا plus n for both sides او عملنا transaction لل n بعكس الابريشن، هيبقى n plus n هنا، نودي ان بلس، ودي هتروح الناحيه الثانيه should be negative 4، دي would be plus 4. So it's very clear here 2n equals 0. طبعا ال n لازم تكون ب 0، يبقى الانسر بتاعتنا لما اكتبها في البابل شيت هكتب n equal and number question، هعمل شادد على زيرو فوق، اكتب زيرو بعدين اعمل شادد تحت. طب يا مستر في طريقه ثانيه، دايما الطريقه الثانيه ان احنا نتراي. طب نتراي ايه؟ حاجه زي كده غالبا بتبقى زيرو 1 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، ما نترايش اكتر من كده، ما نجربش اكتر من كده. هبدا اجرب دايما بالزيرو، لو ما كانش اخد ال1 لو ما كانش اخد ال2. حط زيرو كده هنا وزيرو هنا، هتدينا نيجاتيف 4 برانتيسز اول باور 2 يعني 16، بوزيتيف 4 لان ان بزيرو ذا سيم
can say yes. لو حطينا اي value من دول، دول دايما خدوهم كده as a rules. دي try is value. If I want to try and use very quickly method. دايما طريقة التجريب بحط assumption بتاعتي 2 positive 2 negative و 0. 0 1 2 negative 1 negative 2 دايما بجرب بيهم في اي مسألة انا عايز اجرب واوفر وقت. شوف احنا ما خدناش اقل من دقيقة هنا. Take care from this method, very important one. لو لقيت الانتجر ما ينفعش ممكن الاجابه تكون فراكشن او ديسيمال يبقى لازم احل. احنا جربنا نحل الماث، حل الماث هياخد وقت مننا ودايما الماثماتكس في السات بتاخد وقت، بس احنا مش مطالبين باي ستيبس. يبقى الفاليو باي طريقه من الطرق، الطريقه الثانيه بريكومند ليها قوي ال n equal 0. This is the answer. Okay. تعال شوف نمبر 3 سوا. يقول لنا ايه في نمبر 3؟ مدينا جيفن 1 over a b over c equal 1 وعايز ال expression ده algebraic expression بكام؟ طيب نعمل times الفراكشن. يعني ايه times الفراكشن؟ 4 times بعض. 1 times b equal b تحت times بعض. a times c كده يدينا 1. في رول حلوه قوي هنا بتقول ايه؟ إذا كان A minus B any fraction equal 1 يبقى اللي فوق قد اللي تحت على طول. يبقى لو هم قد بعض B minus AC equal 0 لازم يكون equal. AC minus B equal 0 as well لازم يكونوا equal. طبعا هو مدينا مين؟ مدينا B minus AC المطلوب الـ given. يبقى الـ answer is very clear. Answer is 0. B. Second one. Answer the same. Answer like 2, 0. I hope it's clear, inshallah. Very easy. Now, I'll drop product the numerators and the denominators. وهم equal 1. فالدنيا سهلة جدا. مش محتاجة حتى أكمل math. وأضرب scissors over 1. وأودي الناحية التانية. هنطول قوي على روحنا وناخدها algebraic. مش محتاجين نعملها algebraic. تعال نشوف number 4. بيدينا equation اهي، انا اكتبها عشانكم ما تكتبوش في الامتحان، انقل على طول. طبعا سنوريكم الفكره بطريقه اكبر. بيقول لنا انا عايز مين؟ انا عايز 6x minus 1. تمام؟ طيب ازاي اطلع دي من هنا؟ هي بسهوله جدا. احنا بس لو عملنا دي الناحيه دي اسرع طريقه طبعا. اوكي انا مش هحل، انا مش هحل الاكس، هوريكم هنعمل ايه. نودي دي بس الناحيه الثانيه. الحل طبعا هياخد وقت، فانا مش هحل، انا مجرد بس ان هظبط المساله. فهنا هيبقى معايا 23 ماين بلس 8، كاني بعمل ماينس واحط اشاره ماينس، يبقى الانسر عندي 15 بالماينس. ثاني مش معايا كالكوليتر، ماينس 23 هيجي عليها بلس 8، كاني بعمل بلس 8 للبوث سايدز. 23 ماينس 8 يعني 15، بس الكبير ماينس فياخد ماينس. يا مستر ده 3x، انا لسه هقسم على 3 واطلع ب 5 وعوض، الدنيا طويله قوي. لا اضرب في 2 اسرع، تبقى 6x. والناحيه الثانيه نيجاتيف 30، 15 و15 نيجاتيف 30. وبعدين هنعمل ماينس 8 ماينس، سوري هو طالب ماينس 7. ماينس 7 طبعا خلصت. نمبر دي الإجابة 70 minus 73. I hope it clear. بس اللي بيلقط منكم أو حافظ التايم تيبل وعايز يكمل هنا مفيش مانع خالص، بس هي شوية أطول أنا حاسسها، لأن كل ده ممكن أعمله mentally. هنا هقسم هتبقى نيجاتيف 5، الـ x نيجاتيف 5 فهنحطها هنا، تبقى نيجاتيف 30. 5 times 6 تايم تيبل مهم جدا يا شباب في السكشن ده. هي نفس الانسر، الاقرب لذهنك اشتغل بيه. The closest to your mind, work with it. تعالوا نجيب نمبر 5. يقول لنا في نمبر 5 بسيطة جدا، value of m. طبعا انا هضطر بس اكتب، اوعى تكتب زي في الامتحان، مفيش تايم عندك، احنا عندنا وقت براحتنا هنا ونقدر نراجع كذا مرة. نضرب في الفليبين بتاع ده والريسبوريك بتاع ده، فيبقى تايم 3 اوفر 8 ذهني، كل ده ذهني جدا. ودي ممكن اكتب الخطوه دي الناحيه دي لان ده هي اللي منيت مع ده،
وتبقى الناحية الثانية طبعا الريسبوريكال في الناحيتين 3 هنا وال8 هنا، فنعمل ايه يا مستر؟ نعمل سمبليفاي، نختصر وما نضربش، ما حدش يضرب يا شباب في السكشن ده نهائي وزاود كالكليتر. نضرب تايمز اخر خطوه، ديفايد باي 4 از 1، ديفايد باي 4 از 2، ديفايد باي 3 از 1، ديفايد باي 3 از 3. نعمل مالتيبليكيشن ناو فيري ايزي، 1 تايمز 1 از 1، 2 تايمز 3 از 6. اي هوب ات كلير. نمبر اي، نمبر اي از ذا رايت اوبشن. نخش على نمبر 6. يقول لنا ايه في نمبر 6؟ ده فيها برضو قولوا لي، لان هنا حاسه ما فيهاش فكره وكلها بيزك سكيلز من برايمري ستيج. تعال نشوف نمبر 6 برضو فيها لعب شويه. هو مدينا برانتسز باور 3، عايز الفاليو بتاعته بكام؟ اذا كان هنا لو طلعنا الاكس ممكن بسهوله جدا نعملها، لان هنودي ده الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف 9، وطبعا تيبل 3 ايزي جدا، ديفايدد باي 3 فور بوث سايد، هنعمل ماينس 1 ماينس 1. اوكي، فالاكس ديفايد باي 3، 9 ديفايد باي 3 وفي نيجاتيف، يدينا 3. طب انا احط 3 هنا هتبقى نيجاتيف، احط النيجاتيف 3 سوري، نيجاتيف 3 1 يعني نيجاتيف 1 اول تو باور 3. يعني انا مجرد بس سبستيوت بوضح لكم عشان بس لاول مره يتعامل او نسي يتعامل معاها من زمان، لان كلها بيزك سكيلز اغلب الويزاوت كالكليتر في السكشن ده او في الشابتر ده. برضه الانسر هنا في نمبر 6 از اي. الاود عملناه قبل كده في نمبر 1، الاود از باور نيجاتيف سين نيجاتيف 1 تايمز 1 تايمز 1 اني تايمز عدد مرات ضرب ال 1 از 1، يبقى الانسر از 8. تعالوا نشوف كده ابتديت المسائل تغمق شويه والليفل يزداد معانا. مدينا هنا فراكشن ليفت هاند سايد 4 اوفر كي بلس 2 x equal over 3 for right hand side the both are equals. عايز ال k isolate، في مدينا exercise ازاي بطلع ال isolation دي. طبعا ال condition ده ما يلخبطناش، ساعات لازم اقرا كل حاجه. الشرط ده شرط ان يكون defined هنا، لو ال k بنيجاتيف 2 مستحيل يبقى ينفع اشتغل عليه. فطبعا لان هتبقى 2 minus 2 في ال denominator ده غلط. فهو عايز ال k in terms of x، يعني k equal كام؟ كل اتعامل معاه كروس برودكت سيزرز، يعني هنوزع الاكس تايمز كي اهي، وبعدين برودكت اكس تايمز 2، وكمان برودكت الانذر اكستريمز، ده مينز ذا اكستريمز الاوبزيت نيم كي، واحد مينز الثاني اكستريمز، يبقى ده 12. قربنا، انا عايز مين؟ الكي. يبقى ودي دي الناحيه الثانيه، اد نيجاتيف 2 اكس بوث سايد، يعني هتبقى 12 ماينس 2 اكس، قربنا جدا. انا عايز مين؟ انا عايز الكي بكام؟ الكي بكام ان ترمز اوف اكس يا شباب؟ طبعا خلاص كده ديفايدد اول باي بوث سايد، خدوا بالكم من الاوبشن 12 ماينس 2 اكس ظهرت اهي، مش بلس دي او دي اوفر، لان انا هقسم على اكس هنا وهقسم على اكس هنا فخلص نمبر اي برضه، يبقى نمبر 7 از اي از ويل. لو في اوبشن تاني ما لقيتش الاوبشن ده بنعمل ديستريبيوت للاكس، يعني تبقى 12 اوفر اكس، وجت قبل كده ماينس 2، لان هتبقى 2 اكس اوفر اكس، كاني بالظبط وزعت دي ديفيجن ووزعت الاكس. فطبعا الاوبشن ده اللي موجود طبعا اختاره وخلص السؤال. انا بوريكم بس جت قبل كده في امتحانات. تعال نشوف ده كمان، خدوا بالكم الكونديشن ده مش هنا الديفايند والانديفايند، لان مفيش فراكشن، الدنيا سهله جدا، بس في سايد في فاريبلز، السايد الثاني سكوير والسايد والبرانس سكوير، فلما اجي اعمل روت اول فنعمل الراديكال الاولاني ده مره ب 6، والراديكال يعني اللي طالع من تحت روت مره بنيجاتيف 6. الحته دي ضروري جدا، وبعدين الكونديشن ده هيقول لنا الحل فين، بس في نفس الوقت هو عايز باور 2،
يعني مش هيطلع برضه الاجابه مش نيجاتيف. تعال نشوف الاول ايه الحكايه دي. الناحيه دي طبعا هنروح هنا، يبقى الاكس ايكوال مين؟ ايكوال 9. هو بيقول لي الاكس نيجاتيف، ريجكت. This is objective objection، يعني مرفوض، عكس اللي مديه لنا، مدينا الاكس less than zero، يعني الاكس is negative not positive، لان لما نعمل بلس 3 هنطيرها وبلس 3 بقت 9. هنا بنفس الطريقه بلس 3 بلس 3 فهتصير الاكس هنا نيجاتيف 3، بس مش دي الانسر، ومش هلاقي نيجاتيف في البابل شيت، مفيش نيجاتيف، مش هقدر اجيب نيجاتيف 3. امال هو طالب ايه يا مستر؟ طالب السكوير بتاع دي. طبعا السكوير ده ايفن باور هيطير النيجاتيف، هتبقى الاكس ايكوال 9، الاكس ايكوالز 9، يبقى الانسر بتاعتي الاكس ايكوال 9. اي هوب كلير ان شاء الله. لو في اي حاجه ابعتوا لنا. تعالوا نشوف نمبر 9. ونمبر 9 برضو شكلها يخض، هو طالب ايه؟ الفورمولا جيف اباف، سوري الفورمولا اباف جيبس ذا فيوتشر فاليو اوف اف، مدينا فيوتشر فاليو او فانكشن لانيوتي بيزد اون مونثلي بيمنت، مونثلي بيمنت بندفع اقساط شهريه او دفعات شهريه، والانترست ريت اي نمبر، حكايه كبيره قوي، والنمبر بتاع المونثز ان ويتش اوف ذا فولوينج جيفز انترن. بص كل الكلام ده انا قريته سريع جدا، مش مهتم بيه، لما اشوف السؤال ارجع كونسيرن لو لقيت سؤال صعب، بس السؤال بسيط جدا. البي ايكوال كام؟ بي ان ترمز اوف، يعني انا عايز احول دي تبقى بي ايكوال بس مش اكتر. خدين بالنا، فانا هنضرب في الفليبنج بتاع ده والريسبوريكال بتاع ده، فطبعا الاي هتروح فوق يبقى اف الاول، هنقلب بس الفراكشن، مش ما فيش ولا كي ولا اكتر ولا اقل، فراكشن ده اتقلب، لان انا هضرب في الريسبوريكال فور بوث سايدز، هنا اي هنا نفس النومريت، نفس النومريتور هنا يبقى دينومينيتور عشان يطير، والناحيه الثانيه بنفس الطريقه هضرب هنا وهنا. فلما اضرب الناحيه دي هيصير معايا كيف؟ هيبقى الاي فوق وبعدين اف تايمز اي. فبصوا كده انا لاحظت اف تايمز اي هنا بس، ممكن ما اكملش، اختار على طول اوبشن ايه 100%. تعالوا نكمل، لان دايما تعود ان انت تطلع الحل قبل ما تكمل السؤال في الوقت بتاعنا. التكمله دي خطوات الماثيماتكس، هو مش طالب مننا ستيبس ولا طالب شك، ده مديك الانسرز هنا في الاجابات دي او الاوبشنز دي. فطبعا ده هيبقى المقلوب 1 بلس اي اول باور ان ماينس 1، خلصت بالظبط. طبعا ده تايمز، التايمز بيتضرب فوق بس يا شباب، يعني لو الحته دي مهمه جدا 2، لان كله اتلخبط فيها. انا خلصت السؤال انصر ايه، بس هقول كده ايه نوت مهمه شويه وهبيض الشاشه هنا عشان ما حدش ايه ينزعج كده، يا رب اللون الاحمر يكون مش مزعج. 2 تايمز هاف او تايمز فورس، انا هضرب يعني ايه دي؟ يعني ايه 2 اند كوارتر؟ ايه الفرق؟ الفرق ان ده 1 نمبر، دي اوبريشن، اوبريشن يعني هضرب فوق بس، يعني 2 تايمز 1 اوفر 4، واقدر اعمل من الاول اقدر اعمل سمبليفاي هنا وهنا، هي بس احنا اتفقنا نعمل سمبليفاي ما نضربش، يبقى دي هاف طلعت فراكشن، يمكن ده معناه ايه؟ امبروبر 4 ده ميكسد نمبر، فانا هعمله امبروبر 4، فانا هعمل فيكس الدينومينيتور تحت 4 زي ما هو، ما ينفعش اختصر نهائي، نعمل ده تايمز هنا وبلاس اللي فوق 2 تايمز 4 8 بلس 1 9 از ذا سيم، ذيس از ميكسد از ويل، ده ميكسد اللي فوق اكبر من تحت، نوت اوردينري فراكشن، نوت ريل فراكشن، اوكي اتس فراكشنال فورم. طبعا ده في فرق كبير بينه وبين ده، نفس العمليه هنا الاف تايمز الاي فوق، عشان كده اخترت ده من اول مره. تعالوا نشوف نمبر 10، تعالوا نشوف يا شباب نمبر 10 بيقول ايه. عندنا فاليو m over 2n equal to، هو عايز
قريب قوي، بس قالب الفراكشن ام اوفر ان، وهنا ان اوفر ان. اولا لازم اطلع الفراكشن ده لوحده اللي هو النوتيشن. طبعا هنضرب في 2 فور بوث سايدز، او نشتغل ان 2 تيجي هنا كاني بالظبط تايمز 2 في الناحيتين. تايمز 2 هنا هيروح مع دي، هيبقى ان اوفر ان ايكوال 4 لغايه دلوقتي تمام. نقلب البوث سايدز او براحتنا، عايزين نعمل ديستريبيوت ديستريبيوت. يعني عندي تو ميثودز، اي ثينك الاسهل ان اعمل تعويض سبستيتيوت هنا. يعني ايه؟ يعني كينيدي اوفر 1 ناخد اي قيمه تعجبك، ناخد مثلا الام، ام تايمز 1 از ام، 2 تايمز 4 تايمز ان 4 ان. كل اللي نعمله بقى نعوض. انا عملت ليه كده؟ عشان الان هتفضل فوق زي ما هي، وال2 هضربها في الام، قيمه الام الجديده 4 ان، كل ده تايمز، يعني الناتج هيبقى ان اوفر 2 باي 8 2 باي 4 8. ان الان تروح مع الان يبقى الانسر 8. تاني او اقولها لكم بطريقه تاني براحتكم، الطريقه الارخم شويه بس ممكن يكون بعضكم عارفها، ان اقلب دلوقتي. فلما اقلب هنا هنقلب الطرف الثاني ريسبوريكال هنا بس. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه حاجه. لو قلت have equal 1 over 2 هي 2 over 4 have، فيدينا مين؟ لو قلبت ريسبوريكال for both sides دي 2 over 1 يعني 2، الثانيه تدينا 4 over 2 دي equal 2 ودي equal 2، ال relationship still right. بس طبعا الفاليو اتغير، دي 2 دي هاف، دي 2 دي هاف. اقدر اعمل الحكايه دي هنا 4 اوفر 1 كانها لما اعملها ريسبوركت تبقى كوارتر ام فوق، وانا عايز تحت تايمز 2 بالطريقه الثانيه. زي ما قلت لكم احنا كفايه واحده جدا، بس واحده بس كفايه جدا علينا. تايمز هاف تايمز هاف هنا، فطبعا برضه ستيل 1 تايمز 1 فوق، يعني 1 اوفر 8 ستيل 8، السهله اللي دماغنا نحفظها. اوكي تعالوا نشوف 11، مدينا عايز الكي سوليوشن للايكويشن دي، والكي اقل من الزيرو، وعايز الابسوليت فاليو لان مش هقدر اكتب نيجاتيف في الامتحان. فعلى طول هعمل فاكتورايزيشن. هاو تو دو فاكتورايزيشن؟ احنا بنشيك البرودكت بتاعت اللي بتطلع 24 3 باي 8 و 2 باي 12، وممكن كنا نبدا 1 باي 24 و 4 باي 6. كل ده بيدينا مين؟ بيدينا 24 as a product. طب احنا محتاجين ايه؟ فاكتورايز احسن من جنرال فورمولا بكتير هنا. محتاجين ان بنعمل له ماينس يدينا 5. مين اعمل لهم ماينس بعض في البرودكتس دي او الفاكتورز دي؟ 6 minus 4 5 minus 3، طبعا هنا 2 ما ينفعش، هنا 10 هنا، يبقى هي 3، يبقى الانسر كده 3 bracket و 8 bracket. I hope it clear factorization. Some of you has a problem with it. This is minus means يعني ال product لازم يكون different signs، وكمان يعني means I have to make difference between both. الكبير the big one take the sign of the middle like this والother is different. We can check it. Okay ال k is a solution، يعني x لا تطلع هي k بس لازم تكون negative واجيب الابسوليت بتاعها. فطبعا عندنا two answers، bracket الاولاني equal o وده هيقل يلد ال x equal 3، ده not acceptable because it's more than zero. Rejected construction here or projection here. X plus 8 equals 0. ده معناها ال X equal negative 8 acceptable here. لما باخد الانسر هو عايز الابسوليوت. يعني ايه الابسوليوت؟ يعني البوزيتيف. كلمة ابسوليوت او المودلس علامة الابسوليوت، يعني
free sign number, number without any sign. The answer is 8. I hope it's clear. إن شاء الله. تعال نشوف number 12 بيتكلم على إيه. برضو حلوة جدا number 12، والواي أكبر من الزيرو، سهلة جدا. يعني أقدر أضرب في 1 over y for both sides would be very easy. عشان يحصل إيه؟ هنا ممكن ده تعملها mentally by the way، يعني ما حدش يعمل زيي، أنا بوريكوا إزاي بس تعملها بسرعة جدا mentally. وزع دي كده، أنا عمال distribute the power و times y هنا كمان، كأني عمال divided by y في الناحيتين. فهنا الباور هنا أص واحد وده يطير، يبقى عندي y square دي over 8 عاملة 1 over 32. طبعا بقت هي خلاص اتبسطت جدا times 8 هنا، يعني y square equal 8 over 32 يعني quarter divided by 8 divided by 8 4 by 8 32 يبقى 1 over 4. عشان بس من غير كالكوليتر، divided by 2 أول مرة تطلع 4، divided by 2 16، divided by 2 تاني تطلع 2، divided by 2 تاني تطلع 8، divided by 2 آخر مرة ثلاث مرات بس الحفظ التيبل زي ما اتفقنا سهلة جدا. 4 8 by كام؟ 8 by 4 تحت أهي، فال 8 تروح مع ال 8 يبقى لي 1 over 4. فده معناه ايه؟ معناه ان الواي سكوير لما اجيب روت فور اول هيدينا نيجاتيف اور بوزيتيف روت اول طبعا هاف، انا مش عايز النيجاتيف هو اللي قل، يبقى الانسر از هاف. اي هوب ات كلير ان شاء الله. انسر از هاف هير، دي تقريبا اسرع طريقه. تعالوا نشوف نمبر 13 مدينا حاجة كده شكلها يخوف شوية. فبيقول لنا في نمبر 13 الفاليو الإكس بوزيتيف والفاليو بتاعت إكس بكام عشان تدينا 6. طبعًا أول ما أبدأ هعمل سيزر ده تايمز ده يبقى الناتج الأول 18. طبعًا 2 روت إكس بلس 4. الستيب الثانية بسرعة وما تركزوش على الستيبس قوي، حاول ناكل الخطوات. divided by 2 for both sides يبقى الناتج الثاني 9، لان 2 times 9 يدينا 18. كده احنا معانا روت ومعانا بره 9، ايا كان تحت الروت هنعمل سكوير للاول، فاللي تحت الروت ده should be free of root radical هيبقى 4x plus 4 طبعا 81 9 by 9 تايم تيبل مهم جدا في الشابتر ده، مهم جدا في السكشن without calculator. كلنا نعمله minus 4 هنا minus 4 هنا، فأكيد طبعا هتبقى 7 11 minus 4 7 a 7 and I borrow 177 very basic skills here. The answer is 77. I hope it's clear إن شاء الله. هي بسيطة جدا، مشكلة بس إنها basic skills قوي وجاية من سيكشنات أو من grades قديمة. تعال نشوف هنا بيحصل إيه. المنظر يخض. أولا أتخلص من number 14، أتخلص من 3، هنعمل all times 3. ده تبقى 60 minus 3 roots، دي أسرع طريقة يا شباب. هنا 2 roots لل x. 3 هتبقى 10 هتبقى 30 لما تضرب في 3. الصغير the small go to the biggest one. The small is negative 3. فgo here to biggest one يبقى plus 3x كأني عملت plus 3 root x for both sides. يعني عملتها هنا طارت. بالمرة ده يعدي هنا كمان خطوة واحدة، أنا بوفر عليك وقت. minus 30 minus 30. فيبقى معانا 5 root x. والناحيه دي 30 ماينس، اوضحها لكم اكتر، 30 بالماينس بلس 6 يعني ايه 30 بلس 6؟ يعني مدينا 30 بلس 6. تعال نشوف التشيك الاول، دي 30 2 60، ام سوري كان 60 طبعا مش كده، انا شكيت فيها انا ضربت ونسيت احط الزيرو. يبقى هنا مين؟
هتدينا 30 لان بوزيتيف 60 ماينس 30 يبقى 5 روت اكس. واعملوا على مهلكم قوي، بس الكبير بيتلخبط اهو، في بالكم انتوا الواحد بيبقى في دماغه 1000 حاجه تلخبطوا اكتر مني الحاجات بيزك سكالز، لو نزلت نزلت الزيرو ضيع لي الدنيا. فكده يديني روت اكس ديفايد 5 باي بوث سايدز، فروت اكس هيحصل ايه في روت اكس؟ تطلع 6، كأني ديفايد باي 5 هنا ديفايد باي 5 هنا، يبقى الانسر سكوير بوث سايد هيدينا الاكس ايكوال 36 بوزيتيف 1. اوكي اي هوب ات كلير ان شاء الله. 14 انسر از 36. راجع الجزء ده تاني، لما ضربنا في 10 الزيرو لازم ينزل هنا، وضربنا سوري في 3، لما ضربنا في 3 باي 10 وبعدين 3 باي 36 الزيرو لازم ينزل هنا. تعالوا نشوف نمبر 15، بيتكلم عن نمبر 15 ازاي. What is the value of x y؟ ما فيش x ولا y هنا as a one term، كل واحده separated x x x y x square y square. فاول فكره طلع بيها x y بعمل ايه؟ بعمل square for both sides، يعني هعمل هنا square واعمل هنا سكوير هيطير مع الروت. يبقى في الرايت هاند سايد، سوري الرايت هاند سايد هيبقى كده على طول، سهل جدا، ايه رايكم؟ وطلعت يعني هتطلع دلوقتي حالا، انا مش هاخد دقيقه من السكوير الاول بيقول الشابتر فوق هتلوى السكوير الاخير دايما بوزيتيف اللي احنا بندور عليه طلع فيرست تايمز سكند تايمز 2 وبلس زي اللي في النص، يبقى 2xy اهو هو اللي بيسال عليه. فدي زي دي اليمينيت لان ماينس y سكوير فروم بوث سايدز وماينس x سكوير فروم بوث سايدز دي كمان اليمينيت، فخلاص ظهرت 2xy بتساوي 16 يبقى divided by 2 for both sides، يبقى ال xy عامله 8. I hope it's clear ان شاء الله، بسيطه جدا وماثيماتكس قوي النهارده، والسكشن بتاع ويزاوت كالكوليتر في السات او الايست محتاج ان انت تكون حافظ التيبل وسريع جدا وتتعامل مع الروت ازاي. نخش كده على نمبر 16، قربنا نخلص السكشن، فاضل لنا اربع اسئله. انكلود 16، وات از ذا سوليوشن سيت؟ اسهل طريقه هنا ما حلش، اعوض. طب اعوض عن مين يا مستر؟ بصوا كده نيجاتيف 10 نيجاتيف 10 وبعدين 0 4 8 8، يعني لو انا جربت النيجاتيف 10 يبقى وطلعت صح يا هنا يا هنا، لو انا جربت ال 8 وطلعت صح يا هنا يا هنا، يبقى اتشيك اجرب بالنيجاتيف 10 الاول ولا ال 8 الاول. تعالوا نجرب بال 8 الاول، ال 8 سهله 0 و8 سي، ممكن اجرب بدي وممكن اجرب بدي الاول، بس انا احنا دايما بنختار الاسهل الاول. فالنيجاتيف 10 كبير، ولو عملناها نيجاتيف 10 عشان بس وقتكم مش عايز ضياع، يبقى نيجاتيف 20 minus 1 يعني negative 21 over negative 10 يعني negative 8، يعني ال answer should be 21 over 8. negative 10 هنا طلع negative 12، تمام؟ يبقى negative 12 مع negative 2 مش شغالة خالص، negative 12 لأن هنا ما فيش اختصار مش هكمل حتى اوفر 4، يبقى خلاص كده eliminates cancel should be يا 8 يا 4. طبعا هو لو احنا عملناهم تايمز هتشوفوا دلوقتي طلع قد ايه. تعالوا كده نجرب ال 8 عشان لو جربت ال 8 هيبقى واحده منهم هي اللي صح اكيد، يعني يا جرب 0 يا جرب نيجاتيف 4. هنا جربت النيجاتيف 10، لو كانت طلعت صح هجرب بقى 0 والنيجاتيف 8، هنا اجرب الديفرنت. ليه اجرب المختلف؟ عشان اشوف هتطلع معايا ازاي. لو جربت المختلف تعالوا نجرب الزيرو، لان اكيد هتبقى الزيرو صح يبقى الايد صح، يبقى هنا الايد صح والفور غلط نيجاتيف. حطوا هنا زيرو، زيرو ماينس 1 ماينس 1 اوفر زيرو بلس 2 هاف بالنيجاتيف، تمام. حط هنا زيرو ماينس 2 على 4 ستيل هاف بالنيجاتيف، انسر از سي. Again طريقة التراي
انا هوريكم بدايتها بس مش كاملها في حل الماس، لان احنا مش محتاجين ستيبس، حل الماس بتاعها طويل جدا. بصيت الطريقه دي ميثودولوجي، احنا بنشوف استراتيجي بحل بيها، احنا عرفنا الانسر سي خلاص، بس انا عملت ايه واشمعنى مشيت كده. ببص على الاوبشنز، هنا في نيجاتيفتين نيجاتيفتين ايه نيجاتيف ايه، انا قلت لنفسي احتمال هي معادله ايه بي، لان دول متشابهين، فانا اجرب هنا المتشابه، اذا طلع متشابه باخد ايه، يا زيرو يا نيجاتيف 4 واجرب، يبقى في الحاله دي هجرب مرتين، ولو طلع مختلف ابص تحت هجرب المختلف، لو طلع المختلف غلط يبقى الثاني صح. ثاني again check here نيجاتيف 10 لان دي متشابهه، لو طلعت صح يبقى يا ايه بي واجرب زيرو تبقى اسهل. هجرب نيجاتيف 10 لما جربتها طلعت نوت ايكوال ات اول، دي نيجاتيف 21 اوفر 10 نيجاتيف يعني بوزيتيف، ودي هتبقى نيجاتيف 12 اوفر 4 يعني نيجاتيف 3 غلط، يبقى كل دول غلط. دلوقتي معايا 4 الانسر لازم 8 و8، مش هجرب بقى ال 8 ما لازم بيهم 8، هجرب الزيرو، لو طلع زيرو اخد دي يعني 8 اوريدي صح. طب ليه هي ليها حلين؟ لان هي ماثيماتيشن بقى، هنحل رياضه بقى، وده طويل جدا وما بتعملش كده في السكشن ده بالذات. سيزوس يبقى 8 8 ماينس 4 كروس برودكت هير كروس برودكت هير، وده هيبقى مين؟ هيبقى كونجكيت، لان لما بضرب دول مع بعض عكس الفاكتورايز بتاع سكوير difference between two squares، يعني على طول الاول تايمز الاول والثاني تايمز الثاني، ودايما الانسر ماينس 4، فتدينا مين هنا؟ اكس سكوير ماينس 4. هنحل دي سكند كوادراتيك ايكويجن، سكند ايكويجن دي هتروح الناحيه الثانيه فتبقى خلاص راحت او واحد، يبقى اكس سكوير ودي دي كمان هنا ماينس 8 اكس طويلة، يعني بصوا احنا طولنا قوي x كومن x ماينس 8 ايكوال 0، ال x ايكوال 0 يبقى احنا يا هنا يا هنا، لان انا معايا اول ترم x ايكوال 0 وبعدين x ايكوال 8 يبقى اكيد هنا. اطول شويه من تراي، تراي ممكن اعملها بمنتل بعناية، وسهل الماينس احسب ما اعمل كروس برودكت، ما عملش تايمز خالص، عمل تايمز ارقام مش تايمز فاريبلز. اي هوب ات كلير. اي طريقه تعجبكم، الاولى دي ميثودولوجي، طريقه تراي في الثات ثات، الطريقه الثانيه طريقه الماث ماثيماتيشن بنحلها رياضيا. تعال نشوف نمبر 17 بيقول لنا ايه. في نمبر 17 مدينا كونديشن الاكس بوست، ركز عليها، لو طلع نيجاتيف اطيرها. هنا في صعب جدا اعمل دي اوزع دي اكس باور 2 36 واضرب كله في 36، لا ما نعمل ايه؟ نحط ده كانها واي، يبقى واي سكوير، يبقى انت في دماغك كده الواي دي لما تطلع تبقى اكس اوفر 6 واطلع ساعتها الاكس بكام، يبقى انا احلها كده كانها واي. ها يا شباب دي طريقه سبستيتيوشن في جريد 12 بس اي ثينك، فطبعا بقت سهله جدا، هنفاكتورايز لل 15 عددين اعمل لهم تايمز بعض، الديفرنس بينهم لان دي قال لي الديفرنس بينهم لو كان بلس يبقى مجموعهم، يبقى بعمل سم، لو كان ماينس الديفرنس بينهم اكيد 3 في 5 و15 في 1 3 تايمز 5 15، نعم والديفرنس بينهم مين 2، يبقى دي واي دي واي الكبير 5 ولا 3 بيج لايك ميدل ساين، عشان لما اعملهم بلس بعض 3 بلس ماينس 5 يدينا نيجاتيف 2 زي اللي في النص. اي هوب كلير. عيد الفيديو مره واثنين وتاكد من الحته دي. طبعا بالنظر بقى خلاص انتوا عرفتوا البراكت ده ايكوال 0، يعني البراكت ايكوال نيجاتيف 3 عملناها كتير فوق، والبراكت ده ايكوال 0 يعني الواي ايكوال 5 شود بي، لغايه دلوقتي هو عايز الاكس بوزيتيف، هعمل ايه؟ اكيد الاكس بوزيتيف هتعمل لي الواي بوزيتيف، هاخد دي تاني هاخد دي، لو خدت هنا الواي نيجاتيف 3 فهتعمل لي الاكس نيجاتيف، تمام؟ يبقى دي ريجكتد، يبقى لما اقول y 5 x over 6 فنعمل تايم 6 for both sides طبعا، خلصت ال x equal to
30. 6 times 5 ايه؟ يبقى الانسر از 30. نمبر 18. بيقول لنا في نمبر 18 يا شباب. I hope it clear. لو في اي سؤال ابعتوا لي المسائل، بس مش هي طويله شويه بس سهله. نمبر 18 برضو بسيطه ان شاء الله، ممكن اعملها بطريقتين. الافضل اعمل فاكتورايز فو واليمينيت. وانا بعمل اليمينيت، خدوا بالكم اليمينيت ازاي. يعني لو انا عملت فاكتورايز فو، ودي الاسرع اي ثينك، تبقى 3 3 1. ليه 1 تايمز 3 والمجموع بتاعهم 4؟ ما فيش اصلا فاكتورايز لل 3 الا 3 تايمز 1. طب ايه اللي هيحصل لو انا قلت اكس اكس، الحته دي مهمه غير اللي فوق، ها اكس هنا دي بلس، يبقى 2 برانسز شود بي ذا سيم ساين، يا الاثنين بلس يا الاثنين ماينس، معتمده على اللي في النص. لو النص ماينس يبقى الاثنين ماينس. لغايه كده تمام. خلي بالكم هنا الاكس cannot be 1، مستحيل الاكس تبقى 1. ليه؟ لو هي الاكس 1 يبقى خلاص الدنيا مش هتنفع. يعني لو اللي تحت ده اكس ب 1 مش هحلها اصلا. ليه؟ لان اللي هيبقى fraction over what؟ fraction over 0 cannot be. يبقى انا كده طلعت الكونديشن بتاع مين؟ الكونديشن بتاع ال undefined. خلاص خلصت x minus 3 equal to 7 4 okay equal to 4. انا هطلع دي بالماينس هتدينا 4 plus 3، يبقى انا روحت دي هتدينا 7، يبقى ال x equal to 7 cannot be 1 at all. مش كده قدرت اقسم عليها، انا عملت simplify x minus 1 parentheses هنا، او براكت ده روح مع البراكت ده، لان كان نوت بي زيرو ات اول، ما اقدرش اقسم حتى على زيرو. الطريقه الثانيه بقى ومحدش يتبعها من فضلكم لانها هتاخد وقت كبير قوي، يبقى الانسر هنا اي 7 اوكي. الطريقه الثانيه اطلع برضه 7 واعملوها مع نفسك كده، جربوا سيزرز هتبقى ده تايمز 1 زي ما هو، وده يبقى 4 اكس، يبقى 4 اكس ماينس 4، يبقى هودي ده الناحيه الثانيه تبقى طويله جدا بلس 7، وبعدين اكس سكوير هعمل لها ايكويشن من اول وجديد واحلها واسويها بالزيرو. طب ليه احنا نضيع وقتنا؟ ماينس 8 اكس ونحل بالفاكتورايز او جنرال فورمولا اجين، مش حلوه طريقه الفاكتورايز في الاول، اسرع بكتير. اوكي اخر سؤال معايا في السكشن ده، طولنا قوي في الحلقه دي بس الاسئله كتير جدا، 32 كويشن في البارت ده، ودي اسئله كل الويزاوت كالكليتر بتيجي علينا. هنا في لعبه او زي جيمز كده بيقول لنا طبعا عايز الفاليو في اكس البوزيتيف، مش مدينا اوبشن عشان اجرب. انا بعمل ايه؟ الاكس مش زيرو، فانا اقدر اقسم عليها واقول انها من نوت ايكوال زيرو، اكس نوت ايكوال زيرو. انا اقسم هنا اكس باور 2، اكس باور 2 راحت، فطبعا ليفت سايد رايت هاند سايد يدينا اكس سكوير 4 ماينس 2، وهنا يدينا مين؟ اكس باور 4 ماينس 9. قربنا قوي وتقريبا خلصت. ليه خلصت؟ لان احنا معانا سوري هنا باور 4 هتبقى معانا، مش خلصت سوري، لسه فيها شغل تاني، لان باور 4 ده هنبقى معانا بيرفكت سكوير. يعني ايه بيرفكت سكوير؟ هنشوف دلوقتي. انا ودي ده هنا، فده اكس باور 4 ماينس 8 اكس باور 2 ماينس 9 ايكوال 0. طيب بيرفكت سكوير لو جبت رود ده يعني 3 وده بلس، ماشي ما ينفعش ده بيرفكت سكوير، لازم ده يكون ماينس، يبقى كان نوت بي بيرفكت سكوير. ام سوري كان نوت بي بيرفكت سكوير. يبقى نعمل فاكتورايزيشن مستر ذا باور 4 عادي. لما تعمل فاكتورايزيشن ده باور 4 والنص باور 2، يعني هفاكتورايز اكس باور 2 فور بوث سايدز، اكس باور 2 براكتس يمين اند براكتس شمال. هندور بقى على مين؟ على نمبر يعمل لنا 9
times 1 و3 times 3. مين اللي عمل لهم ماينس بعض يديني 8؟ اكيد مش ده، اكيد 9 وال1. طيب مين الكبير ال9 تاخد الديفرنس ساينز؟ هو بيقول لي اهو الديفرنس ساينز، يبقى اخد نيجاتيف 1 الكبير بوزيتيف 1 الصغير، ده ايكوال 0. منتلي اقدر احلها دلوقتي، خلص. يعني الاكس سكوير ايكوال نيجاتيف 1 دي هتطلع كومبلكس نمبر، هناخدها في شابتر 20 تقريبا او شابتر 19 في السيم بوك، كومبلكس نمبرز ايماجينري نمبر كان نوت بي هير، وهو قال اكبر من الزيرو. ما بالنا ده اكس سكوير بالنيجاتيف. طيب يعني اصلا ايماجينري نمبر، هنا بقى الاكس سكوير بال 9 لان ده الوحيد اللي هيساوي زيرو، يبقى الاكس نيجاتيف اور بوزيتيف 3 لايك ذيس، هناخد بوزيتيف 3 يبقى الانسر از 3. وقال لي كده. طبعا لو اوبشن اجرب الاوبشن اسرع من الكلام ده بكتير. يا رب ما كنتش طولت عليكم، انا عارف شابتر طويل شويه ولسه باقي لنا حوالي 13 كويتشن ويز كالكوليتر، كالكوليتر از الاو فروم نمبر 20. فاضل 13 كويتشن ان شاء الله اعملهم في بارت 2. استودعكم الله الكريم الذي لا تضيع عليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.